لان لو ما كانوش مرحبين بيهم، لو ما كانوش مرحبين بيهم ما كانش هيدخلوهم ضيوف عندهم في القبائل، ما كانوش مش هيستضيفوهم ولا هيسيبوهم يتجولون في الشوارع في شوارعهم عادي، صح ولا ايه؟ هم لو صحيح. كانوا غير، لو كانوا مش مرحبين بيهم ما كانوا زمانهم حاربوهم وهم في بلادهم ولا ايه؟ طيب تمام يا إسراء. اللي بعده، ما كان يشغل بال الفاتح العربي وهو واقف على شاطئ البحر المتوسط بالإسكندرية يا نيران؟ نوران، ايه نوران خرجت ولا ايه؟ نوران عمل قولي يا مصر لفاية. اللي هو تأمين حدود مصر الغربية، وحتى ايوه لا الروم لغزوها من هذه الناحية. تمام، برافو عليك. طيب يا عمر، املأ الفراغات في المخططين الاتيين من مساوئ الحكم البيزنطي، ايه وايه وايه؟ عمر يا عمر، عمر انت سامعني؟ طيب نوران، يعني ولا عمر ولا نوران بيرد. تمام قول يا بتول. أي نس من مساوئ الحكم البيزنطي ايه وايه وايه؟ من مساوئ الحكم البيزنطي هو تمرد عدد من القبائل على الحكم البيزنطي، والروم تمردوا حاولوا عليهم ليه؟ إيه؟ تمردوا عليهم ليه؟ القبائل البربرية لما تمردوا على البيزنطيين تمردوا عليهم ليه؟ لأنهم مزودين عليهم الضرائب وبيدوهم، عليهم فرضوا عليهم الضرائب. الضرائب تمام، وإيه؟ وبيدوهم كمية ضئيلة من المرتبات، المرتبات كانت ضئيلة، تمام، وإيه كمان؟ قلة الأجور وكثرة الضرائب، ها؟ وقلة الأمن والاستقرار. بس كده، وعدم وجود قوانين تكفل الايه، الامن والاستقرار، او قله الامن والاستقرار. الاستقرار تمام، برافو عليك. طيب يا انت بتقول. طب اسراء، سريه عقبه، السريه اللي طلع بيها عقبه مين اللي كلفه بيها؟ عمرو بن العاص. عمرو بن العاص. كانت مهمه عقبه فيها ايه؟ أنا ايه انت برضو، انت كملي سؤال. استطلاع أحوال أهلها. استطلاء أحوال إيه؟ برق، أهل برق. تمام، كان عمر عقبة حينها كان عنده كم سنة؟ 22 22 سنة. هو صح، 22 سنة. تمام تمام. تمام طيب نيجي للأسئلة اللي بعد كده. خلي بالكوا عشان الموضوع الأعمار دوت، عمر عقبة في كذا حاجة كده، احنا لسه في أولها، فلازم نبقى عارفين. في الفصل الأول عرفنا إن فتح مكة كان عمر عقبة سنة. في فتح مكة، لا مش فتح مكة، كان سنة. في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان عمره سنة. في فتح مكة كان عمره 9. في مهمته لبرقة او وقت فتح برقة كان عمره 22 سنة. فنربط الايه، الاعمار بالعمر وبالاحداث، علشان بعد كده يبقى الموضوع سهل. الفصول جاية وفيها عمر، يعني فيها اعمار تانية هتتقال قدام. تمام معايا؟ طيب تمام يا لوجين. كلف عقبة بأول مهمة له وهو في السن 22. الثانية والعشرين. تمام عمر، يا عمر انت عندك مشكلة في الصوت يا عمر؟
لو عندك مشكلة في الصوت، لأن واضح عندي إن أنت عندك مشكلة في الصوت، المايك مش موجود أصلا، اطلع وادخل تاني، اطلع من السيشن وادخل تاني، إن شاء الله يظبط. طيب يا نوران، نعم، يلا السؤال نزل التاني نزل عقبة وجنود ضيوفا عند البربر، عند البربر. تمام يا إسراء. تمام. الفاتح العربي هو عمرو بن العاص. الفاتح العربي هو عمرو بن العاص. تمام، أجلى عمرو بن العاص لوجين، أجلى عمرو بن العاص إيه عن مدينة الإسكندرية؟ نعم، عمرو بن العاص لما دخل مصر، ها أجلى الفرق مين؟ مشى مين؟ أبعد مين عن الإسكندرية؟ روم روم قوم. تمام، آه، عمر برضو ما دخلتش، ها ما خرجتش ودخلت تاني. تمام، بتول كلف عمرو بن العاص عقبة بن نافع بالذهاب إلى برقة ليه؟ إلى برقة لاستطلاع حول أهلها. أحوال أهلها. تمام، كان أهل مين يكرهون الحكم البيزنطي؟ أنا يا مس بتول، لا إسراء، اللي هي رقم 7 صح؟ اه أكان أهل برق. أهل برق. تمام، عمر يا عمر خرج خالص. تمام، نوران، سعى عمرو بن العاص لتأمين حدود مصر ايه؟ أنهي حدود؟ الغربية الغربية. طيب يا لوجين، نعم يا ميسي، حاول حكام مين الروم إخضاع إيه الروم، إخضاع حاول حكام الروم إخضاع أهل برقة بالقوة. تمام، نكمل التدريبات. هيكون فيه واجب صح؟ أكيد، اصل ما فيش غير اخر صفحتين بس. لا ما أنا عندي حاجة تانية شايلها للوجه، ما تقلقيش تمام. اتصرف، ما تقلقوش، يهمنا نحل كتير عشان المعلومات تثبت. حتى لو كان في حاجه واقعه في الاحداث، مع الحلول الكتير، لو حاجه واقعه او حاجه مفهومه غلط او معلومه واصله لك غلط، مع الحل الكتير المعلومه هتتصلح، صح؟ صح. وهتثبت. انا كنت كده، انا كنت الخبط في لو المعلومه عندي متلخبطه مس واجاوب. ايوه يا عم دخل، ممكن اجاوب؟ ما هتجاوب يا حبيبي ما تقلقش، ما انا عماله اقول لك اخرج وادخل عشان الصوت كان عندك فيه مشكله، هتجاوب. فمع الحل الكتير، لو يعني انا كنت اتسال ولما المعلومه اللي اقولها اجاوبها غلط وتتصلح لي، كانت تثبت في دماغي، تثبت المعلومه الصح في دماغي، عرفت انا غلطت في ايه وعرفت الغلط فين، فاهمه ازاي؟ فدي يعني ميزه الحل الكتير، ان انا احل كتير هغلط فهتعلم، لو غلطت هتعلم، هعرف ان اللي انا حليته ده غلط فاتعلم، فايه لما يجي لي تاني افتكر الغلطه اللي انا غلطتها فاحلها صح. تمام، طيب تمام. اللي بعد، عمر، متعة عقبة نعم يا مس، الكبرى في خوض المعارك متعة تحت عقبة الكبرى في خوض المعارك تحت رعاية الإسلام. صح ولا غلط؟ أيوة ايه غلط؟ صح، صح، هو كان بيعشق الجهات السريه. أنا بقول صح ولا غلط؟ انت بتقول هي الاجابه صح، انت قلتها صح ولا غلط؟ صح. صح. طيب كان احنا قلنا ان عقبه كان بيعشق الجهات في سبيل الله، وكان متعته في خوض المعارك الايه؟ في تحت رايه الاسلام. طيب يا بتول، اللي بعد، بتقول تمام يا مس، قولي احنا في متعة القبائل. عقبة، لا احنا خلصنا نقول اللي بعدها، كانت القبائل في برقة
كانت القبائل في برقة متفقة مع بعضها البعض قبل نشر الإسلام بها. خطأ. خطأ. ليه خطأ؟ علشان احنا قلنا ان كان في بعض القبائل بتغير على البعض الاخر عشان يسرق ياخدوا ينهبوا الاموال والمتاع، صح ولا لا؟ يبقى ده صح. دليل ان هم ما كانوش متفقين مع بعض، ان هم كانوا بيحاربوا بعض. تمام. لوجين. استعرضت القبائل البربرية بالأمن في ظل حكم الروم. غضب. خطأ. غلط. تمام. لا غلط، أيوة هتحس خطأ. بالخطأ. طيب. نوران. ساعد عمرو على عقبة أن تكون أقوال بكر أن هذا يكون بفتحها، صح؟ اشترط أن تكون أحوال بكرة. صح كده، لازم يكون الأحوال مطمئنة عشان يقدر إيه يفتح. لو كانوا متفقين مع بعض، لو كان عاجبهم الحكم البيزنطي، كان هيبقى صعب، مش هيبقى صعب على عمرو بن العاص إن هو يفتحها، ولكن كان هيحتاج إن هو يخطط أكتر علشان يعرف يفتحها. تمام. لكن لما يبقى هم كأهل برقة مش عاجبهم الحكم البيزنطي او عايشين في ظلم، هيبقى فتحها اسهل، هتبقى الامور هناك مطمئنه اكتر ان ايه، ان هم يقدروا يتفقوا معاهم مع اهل برقه، ان هو ايه هيبقى دخولها هيبقى ايه، هيبقى اسهل بالنسبه لايه لجيش المسلمين. طيب يا اسراء. تمام. أجمل العبارات الآتية بين المسيرة: أغلى عمرو بن العاص الروم عن الإسكندرية، تمام. هنا الروم. تمام. هو القلم ما بيكتبش. تمام. يا بتول. كان يشغل بال عمرو بن العاص تأمين حدود مصر من ناحية من ناحية الغرب. الغرب. تمام. هنا الروم برضه ما بيكتبش، هنا الغرب. طيب يا عمر. نعم يا مشي. لم تكن لم هناك تكن هناك تكفل حياة مستقرة في ظل حكم لبربر الروم. في ظل حكم الروم. اها. لم يكن هناك ايه؟ تكفل حياة مستقرة. ايه اللي هياكل قوانين. الحياة؟ قوانين. صح. لم يكن هناك قوانين تكفل حياة مستقرة في ظل حكم البربر. تمام. لوجي. لوجين. ذهب صوت عقبة لنا. ايوه. في ثرية إلى برقة الى برقة. للاستقبال. تمام. تمام. نوران. نوران نعم. فاتح العربي الفاتح العربي هو عمرو بن العاص. عمرو بن العاص. تمام. هو بيكتب في حتة وحتة تقريبا. طيب أجيب يا أجيبي يا إسراء. تمام. ما الذي كان يشغل فكر ما الذي كان يشغل فكر عمرو بن العاص بعد أن تم فتح مصر، ولماذا؟ فكر عمرو بن العاص في تأمين حدود مصر من ناحية الغرب. ولماذا؟ علشان الروم ما تفكرش اللي هي تدخل مصر من تدخل مصر. ناحية تمام. مثلا. برافو عليك. تمام. بتول. أيوة نصر. ما كان يفكر فيه عمرو بن العاص يدل على ذكائه العسكري؟ وضح ذلك. وضحي. اللي كان يفكر فيها عمرو العاص هو هو تأمين حدود مصر الغربية زي ما قلنا في السؤال اللي قبله، ده أو بيدل على ذكائه. ازاي بيدل على ذكائه؟ ان هو عايز يعمل ايه؟ يعني هو عايز يأمن حدود مصر، تمام. فلذلك ها. هو عايز، يمكن هو عايز بيفكر انه عشان الروم ما تغزوش مصر من ناحية الغرب. تمام. مم.
يقول لك حيث تفكر في تأمين حدود مصر من ناحية الغرب حتى لا يفكر، نفس إجابة السؤال الأول، نفس إجابة لماذا في السؤال الأول، حتى يؤمن حدود مصر الغربية، وحتى لا يفكر الروم في غزو مصر من ناحية الغرب. تمام؟ طيب تمام. يا عمر، ما المهمة التي اختار عمرو بن العاص عقبة لها؟ إيه المهمة اللي اختارها عمرو بن العاص؟ المهمة عمرو بن العاص اختار عقبة عشان أيوة يسد أيوة الروم، ايه هي المهمة؟ ايه هي المهمة؟ أن يذهب بسرية صغيرة ايوه، إلى الى ايه؟ بركة ليستطيع أحوال أهلها. يستطلع احوال اهلها. تمام يا لوجين، هل نجح عقبة في مهمته؟ نعم، إيه عمل ايه؟ ايه عشان هو الدليل؟ راح، إن هو راح وشاف أحوال البلاد تمام وعرف كيف يعيش أهلها تحت الحكم البيزنطي. تمام يا نوران، لماذا كان أهل برقة يكرهون الحكم البيزنطي؟ بسبب إساءة معاملة الماضي، بسبب إيه؟ بسبب كثرة الضرائب وعدم وجود ايوه قوانين قلة الأجر. بالظبط، اللي بسبب كثرة الضرائب وقلة الأجور وعدم وجود قوانين تكفل حياة مستقرة لهم في حكم في حكم الروم. تمام إسراء، ماذا تمام، فعل قولي. ماذا فعل حكام الروم مع القبائل المتمردة وما نتيجة ذلك؟ حاول حكام الروم إخضاع القبائل بقوة بعد تمرد عدد كبير منها على حكمهم. تمام، من ذلك النتيجة ايه؟ نتيجة اللي حصل لما تمرد بعض القبائل عليهم، حصل ايه؟ حصلت معركة بين الفريقين. قامت المعارك بين الفريقين، سقط نتيجتها ايه؟ عدد كبير من الضحايا. عدد كبير من الضحايا. تمام بتقول، ماذا عرف عقبة من خلال جولاته بين أهل برقة؟ ماذا عرف عقبة من خلال جولته بين أهل برق؟ إيه اللي عرف؟ أحوال البلاد وإزاي أهلها بيعيشوا تحت الحكم البيزنطي وأسباب استيئائهم من هذا الحكم. أيوة، يبقى عرف إيه؟ عرف استياء أهل برقة من الإيه؟ هذا الحكم. من الحكم البيزنطي. تمام عمر، على ما يدل دخول سرية عقبة بن نافع برقة بسهولة؟ ده دليل على إيه؟ هل دليل على ترحيب أهل برقة بيهم، ولا استياء أهل برقة من زيارة عقبة؟ ده دليل على إيه؟ استياء من حكم لا مش البيزنطي. استياء، لا هنا هو عقبة دخل برقة بسهولة، كان يعني دخولهم سهل، كان يعني بيرحب بيهم طالما الناس كانوا كراهية بيرحبوا، الله. يبقى إيه؟ إن هما كانوا بيرحبوا، إن هو يعني السهولة اللي دخل بيها ده كراهية إيه؟ الحكم البيزنطيني، لا بصي يا عمر، ضعف الروم. هنا بيقول لك احنا مالناش دعوه بالروم ولا بالروم والبيزنط دلوقتي، هنا بيقول لك دخول سريه عقبه، العقبه بالجيش الصغير اللي دخل بيه لبرق دخل بسهوله، ده دليل على ايه؟ دليل على ترحيب اهل برقه بعقبه بن نافع وجيش المسلمين. تمام؟ احنا مالناش دعوه دلوقتي بالايه؟ بالحكم الايه؟ الروم، الحكم البيزنطي، احنا بنتكلم دلوقتي في حاجه احنا المفروض بنستنتجها. احنا المفروض ان احنا قرينا في القصه، عرفنا ان عقبه بن نافع راح بالسريه بتاعته ودخل ايه؟ دخل برقه. تمام؟ دخل برقه وتجول في شوارعها، وبعض القبائل استضافوه، واستضافوه هو والجيش بتاعه. طب ده دليل على ايه؟ ده دليل على ان هم بيرحبوا بيه. هو ينفع حد يجي لك البيت
وانت مش يعني، او حد هيجي لك وانت مش قابله، او انت مش عايزه يجي بيتك وهتقابله وهتقعده وهتضايقه وتعمل كل الكلام ده، ينفع ولا هيبان عليه؟ فهمني يا عمر. أيوة. تمام. لو ما كانوش مرحبين بيهم كان زمانهم بيحاربوهم اساسا. تمام. طيب إسراء، تمام يا مس، اللي هو أكمل أول عبارة اتنين. امتحان أول هنحل لك كلمات، أكملي أول. ماشي قولي. أول كلمات ورقة السمع عقبة هي أها الإسلام والجهاد والفتح. تمام. أول امتحان لعقبة كان، قولي أنا أنت هنا برضه. أنت في فتح الشام. كان فتح الشام. بتول، سمي عقبة بهذا الاسم ليه؟ سمي عقبة بهذا الاسم، لماذا؟ أها لأنه أبوه سماه على الاسم ده، لأن كان زمان الاسم ده على اسم الفرسان الشجعان. تمام. تبركا بأسماء الفرسان، كان أشجع الفرسان بيتسموا بهذا الاسم. تمام. يا لجين، المهمة التي كلف بها عمرو بن العاص عقبة ولماذا؟ كلفه بأن يذهب في سرية صغيرة إلى البرقة عشان أيوه يشوف، وعشان تمام حتى لا يعود الروم لغزوه، يعني تمام من غزوه. تمام يا عمر، كان يشغل بال عمرو بن العاص وهو واقف على شاطئ البحر المتوسط ايه؟ أنا مش غلبان عمر. عمرو واقف على شاطئ البحر المتوسط. ايوه، كان بيبص لمنظر الامواج، ولا عايز يوصل اللي ورا البحر، ولا يخرب عايز بيت يقوم بقى تأمين بسرعه؟ مصر، من تأمين مصر ايوه، من جهة الغرب. تأمين مصر من جهة الغرب. تمام. اللي بعده يا عمر برضو، أسند الخليفة مين فتح الشام إلى عمرو بن العاص؟ ماشي، اسمنا الخليفة عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب. تمام. نجاين، عللي كره أهل برقة للحكم البيزنطي. أقول السبب يعني؟ أيوه عشان كثرة الضرائب وقلة ايوه القوانين. ايوه تمام. القوانين التي تكفل حياة آمنة مستقرة. إسراء، لماذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة؟ لتكنّب أذى المشركين وينشر الإسلام في أراضي الجزيرة العربية. برافو عليك. في أي مشكلة في القصة؟ لا خلصنا الفصل الثاني بتدريباته وكل حاجة. تمام؟ ومتهيألي رجعنا على الفصل الأولاني كمان، صح؟ صح، تمام. أشوفكم على خير المرة، الحصة الجاية إن شاء الله الأسبوع الجاي. تمام الواجب هبعته لكم على جروب التليجرام ويتحل على طول، ولو اتأخرت في التصحيح ما تقلقوش، لو ما صححش النهارده يتصحح بكره، ما تقلقوش، حاضر. المهم يتبع. تمام. الواجب بالكلام ولا أنا هبعت لكم الواجب دلوقتي. تمام؟ يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.